منذ أيام كان في اجتماع هام جداً للحكومة، كان طبعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي هو والحكومة، وكان حقيقة في شرح كامل جداً للوضع الاقتصادي في مصر وكل المجالات، وإزاي هنقدر نعدي الفترة المقبلة في كل المجالات. الحقيقة الأسئلة كانت موجودة، كان في مكاشفة ومصارحة لكل الأوضاع. اليوم أيضاً بيستكمل البنك المركزي السياسة النقدية، قررت لجنة السياسية النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة. وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الحقيقة كان بواقع 20 نقطة، 20 نقطة يعني تعني بنسبة 2%. وطبعا بيأتي هذا زي ما احنا عارفين طول الوقت، وأكد عليه محمد الإتريبي رئيس مجلس إدارة بنك مصر على أنه شهادات الـ 18% واللي الناس كتير بتسأل عليها مستمرة بدون تعديل. وتابع رئيس بنك مصر أن إجمالي حصيلة شهادات الـ 18% بلغت 216 مليار جنيه. يعني كده واضح جدا، زي نكمل الكلام بأنه شهادات الـ 18% كما هي، وسعر العائد هيبقى 2% بواقع 20 نقطة. خلينا مزيد من التفاصيل مع دكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، اهلا استاذه شفيقة. اهلا بحضرتك يا فندم. عايزين برضو حضرتك تشرحي لنا النهارده ما جرى من لجنه سياسات بالبنك المركزي. الحقيقه ما جرى في لجنه السياسات هو انه البنك المركزي مسؤول عن اداره السياسه النقديه، والسياسه النقديه الاداتين المهمين فيها هما سعر الفايده وسعر الصرف. البنك المركزي لما بياخد القرار بتاع سعر الفايدة الحقيقة أهم متغير بيبص له هو مؤشر التضخم، لأنه البنك المركزي يعني من ضمن أهدافه استهداف التضخم، والهدف اللي حطه البنك المركزي أنه معدل التضخم اللي بيستهدفه هو 7 زائد أو ناقص 2%، وبالتالي عندما تم إعلان مؤخرا معدل التضخم السنوي ووصل هذا الرقم إلى 14.9%، وهو معدل تضخم مرتفع، وهو كان متوقع الحقيقة لأنه الأحداث العالمية من ناحية، ومن ناحية تانية إحنا عندنا متغير بيأثر بشكل كبير جدا على معدل التضخم وهو انخفاض قيمة الجنيه المصري. فلما حدث انخفاض قيمة الجنيه المصري طبعا ده رفع الأسعار بشكل كبير، وبالتالي وصل معدل التضخم إلى أكبر بكثير من المستهدف من قبل البنك المركزي. ومن هنا كان قراره اليوم برفع سعر الفائدة 2% كما ذكرت لحضرتك. والحقيقة رفع سعر الفايدة يعني له مزايا وله أثار سلبية. خليني بس أنا عايزة كمان يعني أستفيد من وجود حضرتك للمواطن البسيط، يعني عايز يعرف 2% ده يعني هو مثلا لو عمل، يعني نشرح كده، لو هو مثلا عمل طبعاً دلوقتي شهادات جديدة هيبقى بالضبط يستفيد من 2%، أما شهاداته القديمة كما هي بوضعها، إلا لو هو فكها بقى وقعد ربطها. ده سؤال مهم جدا. هو مهم اولا اننا نميز بين سعر الفايده المعلن من البنوك وبين الاجراء الاستثنائي بال 18%. تمام. ده حاجه استثنائيه ومش بتطبقها كل البنوك، بيطبقها بنكين فقط، هما بنك مصر وبنك الاهلي. ودول ساهموا بشكل كبير جدا. يعني حضرتك اتكلمت على بنك مصر قد ايه امتص السيوله، شفنا كتير كلنا مصريين بيحطوا بكميات كبيره، حتى انه الرقم الاجمالي في البنكين تخطى ال 600 مليار جنيه في الفتره الاخيره، وده رقم ضخم جدا طبعاً، وبيدل على عمليه فعلا امتصاص السيوله. في فرق بين سعر الفايده اللي هو ال 18 وبين السعر الثاني اللي هو احنا ماشيين عليه من ناحيه الايداع. يعني البنوك بشكل عام كلها بقت عندها السعر الجديد اللي هو 11 و12%، السعر الجديد اللي هو بعد الزياده ال 2%. هنا البنوك لما هتيجي في الادخار في الودائع الادخاريه بتزود اللي بيودع ودائع ادخارية بنسبة الزيادة دي، وبالتالي طب خليني أكد هنا دكتورة يوم، بتزود في الجديد ولا في الجديد؟ في الجديد طبعا. يعني الناس لما تعمل شهاداتها أو تعمل ودائعها الجديدة 2% تدخل على الجديد.
لو حضرتك لاحظتي مش كل البنوك عملوا سعر الفايدة، يعني كان معظم سعر الفايدة في البنوك الأخرى غير البنكين مصر والأهلي كانت بتتراوح ما بين أقصى حاجة للثلاث سنين بتتراوح ل 11%. فإذا هي سياسة البنوك والمركزي تاركها للبنوك، كل بنك بعيدا عن البنوك الرئيسية بس بيلتزم بسعر الفايدة المعلن من البنك المركزي. مظبوط. الحاجة اللي أنا حتى أشير إليها بس وهي مهمة جدا في هذا الإطار، إنه تزامن القرار اليوم بتاع رفع سعر الفايدة، وهو طبعا له آثار إيجابية من ناحية امتصاص السيولة وزيادة الادخار وتعويض المدخر عن التضخم نتيجة التضخم، كل دي مزايا إيجابية، لكن البعد السلبي هو المستثمرين اللي احنا عايزين ان احنا نشجعهم، ده بيمثل زياده في التكلفه. وكذلك البعد السلبي الاخر مرتبط بالدين الداخلي اللي رقمه كبير قوي، فطبعا الفايده هتزيد وبالتالي العبء الدين هيزيد. لكن اللي انا عايزه اكده الحقيقه مهم جدا، وهو بيتزامن مع خطاب محافظ البنك المركزي بالامس في مؤتمر اتحاد البنوك، الحقيقه اشار لقضايا مهمه جدا واحنا بنتمنى ان السياسه النقديه تاخدها في الاعتبار. القضايا اللي اشار اليها هي الشمول المالي، اتكلم مثلا على انه التوظيف بتاع البنوك للمدخرات وصل ل 45%، لكن النقطه اللي انا بحب اكد عليها هنا ان ال 45% دي مقسومه اثنين، جزء حاجه و20% فقط هو اللي رايح للائتمان الخاص، والجزء الاخر رايح للاستثمار في الخزانه، وبالتالي هنا لا النسبه دي لازم تتغير. يعني واحنا بنتكلم على توجه بقى الدوله، وهنا بقى التنسيق بين السياسات الماليه والنقديه والتوجه اللي لازم يبقى بنتحرك فيه بشكل صحيح جدا في المرحله القادمه، وهي هو تشجيع الاستثمار. مظبوط. ان البنوك لابد ان هي تساهم اكتر. البعد الثاني للبنوك كمان المهم جدا مع ظاهرة المستريح وغيرها اللي احنا بنشوفه، صحيح، انه الشمول المالي اللي هو حاجة 40% ده ضعيف جدا، واحنا نتيجة عدم وجود فروع للبنوك في كثير من محافظات مصر. ودي نقطة هامة جدا على فكرة، دي نقطة هامة بتخلي خلايا زي المستريح وغيره يلعبوا بعقول الناس. بالضبط، لازم البنك المركزي، يعني تجارب الدول الآسيوية جنوب كوريا وغيرها عملوا إيه في السياسات الائتمانية؟ كانوا بيدوا حوافز للبنوك اللي بتعمل فروع لها في المحافظات. فمثلا احنا عندنا مبادرة رائعة اللي هي 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة للرئيس، صحيح، ودي لو راحت المحافظات مثلا تبقى رائعة. تخيلي بقى طبعاً لو زودنا الفروع في المحافظات عشان نجتذب مدخرات المصريين ونفعل عمليات الاستثمار الخاص. أكيد. ده لازم يكون هدف مهم، بالإضافة إلى الهدف الثاني هو توجيه الاستثمارات لصالح قضايا التنمية في مصر. يعني السياسة الائتمانية في البنك المركزي أيضا لابد أنها تلعب اللي على هو أن الناس تبدأ تحط أسهم في شركات سندات، الناس تبدأ تفكر في تفكير تاني المجالات. مثلا يعني البنك المركزي كان عمل حاجة كويسة جدا، أنه شجع البنوك أن هي مثلا تستثمر في الثروة الداجنة، دي حاجة مطلوبة جدا، في الثروة الحيوانية. أكيد. الحقيقة دكتورة يمني، يعني الموضوعات دي خلينا نطرحها مرة تكون في وجود حضرتك معنا في التاسعة، وندي أمثلة للناس وندي مزيد من المعلومات ربما تساعد سواء القطاع المصرفي أو الناس بشكل عام. دكتورة يمني الحماقي أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح. خليني برضو أكد على حضراتكم لأنه الناس برضو عايزة تفهم، أكد محمد الإتريبي رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن أن شهادة الـ 18% مستمرة بدون تعديل، وده مهم جدا علشان الناس برضو تبقى عارفة يعني الوضع إيه، خصوصا بنك مصر والبنك الأهلي الاثنين الحقيقة بينفذوا سياسة البنك المركزي. كمان تابع رئيس بنك مصر أن إجمالي حصيلة شهادات الـ 18% بلغت 216 مليار جنيه، وده الحقيقة رقم كبير جدا بيؤكد بأن الناس كمان بتحاول هي كمان تستثمر. وزي ما قالت الدكتورة يمنى، أعتقد أن احنا في الفترة القادمة بإذن الله لازم يكون في أفكار مختلفة من القطاع المصرفي، وكمان نقدر احنا نناقشها في الإعلام وتدي لحضراتكم كمان أفكار كتير مختلفة إزاي أقدر أستثمر ولو بأشياء بسيطة. ناس ممكن تعمل سهم في شركة، وده كان موجود على فكرة مطروح يعني في الماضي، مش
مش بعيد، لكن أعتقد دلوقتي مع التنسيق، مع وجود المركزي بقوته، ومع أيضا وجود شركات كتير بتساهم، نقدر نستثمر أيضا، وممكن تكون استثمار جيد جدا زي باقي الاستثمارات اللي بتبقى مطروحة.